يستقبل الأردنيون حجاج بيت الله الحرام بالعيد من التقاليد المتوارثة من نوع من الابتهاج والسرور. في هذه المناسبة ومن هذه التقاليد تزيين مداخل البيوت بسعف النخيل وأغصان الأشجار، وتزيين المنازل بمنتهى الأناقة والترتيب بالإنارة الباهرة وإنارة حبال الكهرباء ويافطات المباركة. وتمثل هذه المظاهر والتحضيرات مشاهد معاصرة اعتاد عليها الأردنيون لدى استقبالهم حجاج بيت الله الحرام بعد عودتهم من رحلة الحج. احنا بالشام كانت هيك عنا بالميدان وبكل شيء يحطوا نخيل وورا النخيل وورا هذا بيقولوا له اللي بالش. رأيك شو السبب؟ هي يعني سنة والله؟ لا ما بظن سنة، بس مشان احتفال انه يعرفوا العالم انهم في حجي، والحبال زينة الكهرباء وما حبال زينة الكهرباء. والله هذه عادات قديمة، بس ما بنعرف، بس عادات قديمة يزينوا انه الحجاج اللي بيجوا. شو معنى النخيل؟ يعني انه جاي من بلاد الحجاز. عادي بس. والله هذا كناية على انه يعني النخيل اصلا هو في مدينة رسول الله وفي مكة. النخيل معروف اصلا في 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 في, في المدينة. أيوة. وتمر المدينة معروف على عن الاحاديث كثيرة موجودة. هو يعني فهو كناية على اني زرت بيت الله الحرام. ثم عدت وارجو الله القبول. لانه هذا اللي بيكون هو بيكون هناك بالسعودية. بيكون هناك بمكة هذا الشجر. ايوه. طيب عشان هيك فانه يعني بيجيبوه هناك انه هي جاي من الحج. هيك عشان الناس يعرفوا انه الشجر عشان نسبه للسعوديه نسبه انه بمكه هناك الشجر الاخضر. هل هو انه شجر النخيل مبارك فيه؟ والشغلة الثانية انه هو الخضار كمان مبارك فيه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمر على قبر مسلم كان يقصف شقفة اي شيء اخضر ويحطه على قبره، واهم شيء وكان اكثر شيء مثلا انه الزيتون انه يعني بخفف. لما يجي واحد من حاج زينوا بيته بشجر النخيل شعار انه رمز انه هذا اجى من يعني انه للاراضي المقدسه، وهيك انه هو اكثر شيء انه الاراضي المبارك فيها السعوديه، وهيك انه هي مبارك اكثر شيء بالنخيل شجر النخيل. شجر النخيل ليش؟ طيب رايك؟ والله يا اخي ما بعرف. طب ما انت كن مبسوط بالحاج انه راجع وفرحان، يعني ايام الرسول سنه كانه شيء زي هيك، وانه منتشر بالحج فرمز انه هذا الزلمه جاي من ايوه عشان يميزوا البيت هذا انه راجع حج عليه تمييز يعني او شيء زي هيك. فرحه فرحه وزينه بكونوا مبسوطين للحاج. ايوه رمز من رموز السعوديه ومنتشر صح في دلاله انه بيحطون للحجاج انه زينه وجايه من الحج والاضويه، وما شاء الله نحن بسوريا بنحتفل لسه اكثر من عندكم، معلش مع احترامي لكم. بجوز يعني عشان انه جاي من منطقه النخيل. لان جاي من ديار المقدسه وشجره النخيل تعتبر كمان مميزات مكه المكرمه، عشان هيك بزينوها. ايوه انا جاي من الحج. شكرا. لانه له علاقه النخيل بالحج او بالعمره. اقامه وعمل هذه الزينه الجميله والمحببه للعيون والنفوس ما هي الا تعبيرا عن فرح وسعاده يمارسها اهل الحاج لاضفاء السعاده ايضا في نفس الحاج القادم عند عودته الى اهله ومنزله ووطنه.